فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولا نكتني بكناهم. وفي هذا تنبيه إلى ما وقع فيه كثير من الناس اليوم، من أنهم يسمون أولادهم وأبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية، ويتركون الأسماء التي كانت لهم ولآبائهم وأجدادهم، والأسماء العربية لا لشيء إلا لعشق ما عليه الكفار.